كيفك أخي العزيز؟ أنت تدعي أنك ضابط في الجيش السوري أخي أنا نقيب بالفرقة الرابعة، في الفرقة الرابعة. أجانا بالفرقة الرابعة تبع ماهر الأسد، نعم أجانا أمر ثاني يوم الأحداث في درعا إنه نتوجه إلى درعا، فأنا سألت القيادة قلت لها إذا هم مسلحين اللي موجودين في درعا الجيش يعيق محاربة المسلحين، لازم تروح فرقة مكافحة الإرهاب، قالوا لي أنت بدك توجه لهونيك، هذا أمر من القيادة، فأنا توجهت لهونيك، عرفت علي؟ أنا شوي مضروب طلق ناري ما فيني أحكي بسرعة، فتوجهت لهونيك ودخلنا لدرعا، ما شفنا مسلحين، في شفنا الناس تتظاهر، إجا أمر إطلاق النار على الناس، فقلت للضابط اللي أعلى مني قلت له يا سيدي نطلق النار على الأجرين، قال لي إطلاق النار مباشر، صار إطلاق النار مباشر وقعوا خمسة. فأنا قلت له للقيادة قلت لهم وين المسلحين الموجودين؟ قالوا لي هاي أمر من القيادة أنت ما فيك تاخذ وتعطي بالموضوع. قلت لهم ماشي. يوم اللي أعدموا ابنه للشيخ الصياصني أسامة أنا كنت موجود، أطلقوا النار عليه أعدموه، لما أمروني أطلق النار أنا ما أطلقت النار، فأطلقوا النار عليه جاني طلق ناري بالرقبة. عرفت أخي العزيز؟ أهالي درعا خبوني عندهم واسعفوني. أنا نقيب بالفرقة الرابعة، والأمر إجا من ماهر الأسد لإطلاق النار على الناس، ما في أي مسلح، وعلى فكرة أنا طيب علوي ماني سني. طيب يا أحمد، واللي عم يطلق النار كيف استطعت، يعني كيف استطعت أن تخرج من صفوف الجيش وتتوجه إلى تركيا؟ يا أخي أنا أطلق النار عليه على أساس متت، وبده يجيبوا التلفزيون يصورني على أساس إنه أطلقوا عليه النار مسلحين. في ناس من أهالي درعا ما بقدر أسميهم بالاسم أخذوني خبوني عندهم بالبيت، طيب وتم تهريبي ببراد شحن إلى المنطقة الشمالية بالقامشلي، ومن هناك تم تهريبي إلى تركيا. يعني من وأنت مصاب في الرقبة نقلت بسيارة شحن من درعا في أقصى الشمال إلى تركيا، في أقصى عفوا من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال. نعم نعم أخي، أنا الطلق الناري ما أجا مباشرة في الرقبة، يعني دخل الطلق الناري كان سطحي بالجلد، عرفت كيف؟ ثم فكر اللي يطلق عليه النار عنصر من المخابرات فكرني إنه أنا متت، عرفت كيف؟ وراحوا يجيبوا سيارة الإسعاف والتلفزيون عشان يصورني على أساس إنه أنا مطلوق علي النار من قبل المسلحين. فتم إسعافي إسعافات أولية من دكتور بدرعا، وعندي اسمه يعني الدكتور، عرفت كيف؟ بس ما فيني أعطي اسمه عشان ما المخابرات تاخده. تم تهريبي لتركيا. وأنا موجود، بس أنا بدي أطلع على التلفزيون وأفرجيك إنه أنا مضبوط نقيب بالجيش، ولكن بدي أطالع أهلي، أنا عندي خمس أطفال بقرى مصياف حوالي حمص، وانا ماني سني انا علوي، ولكن هذا بغض النظر. بغض النظر يا احمد، طيب احمد باختصار لو سمحت اخبرني عن المشاهدات التي يعني وكبتها في درعا فضلا عن ما تفضلت به. اخي بالنسبه لعناصر الجيش التلفزيون السوري عم يقول لك انه مقتول 150 عنصر من الجيش، هذا كذب، مقتول اكثر من 700 عسكري من الفرقه الثالثه ومن الفرقه الخامسه على ايدي المخابرات وعلى ايدي فرقه ماهر الاسد، تم اطلاق النار عليهم وهم محطوطين بمقبره جماعيه حوالي سجن ازرع. طيب. مقتول اكثر من 700 مجند على ايدي المخابرات من الفرقه الثالثه من الفرقه الخامسه لانه رفضوا اطلاق النار، وما يوجد اي اقسم لك بشرفي انه ما يوجد اي مسلح في درعا. والقتل اللي عم يصير لعناصر الجيش عم يصير من المخابرات. طبعا هذا بحسب ما تقول. نعم. وتدعي أنت يا أحمد حسين تدعي أنك نقيب في الجيش السوري وأنك فررت بعد تعرضك للإصابة من درعا إلى تركيا. شكرا لك أحمد حسين. سيدة غزلان عذرا أطلنا عليك، كنا نتحدث عن وسائل نقل الأحداث في ما يحدث في سوريا. عادة نحن الجيران في المنازل عندما نتناقل الخبر من رجل إلى آخر الخبر يتضخم وربما يصبح أكثر يعني تضخما ودموية إذا صح التعبير. الطرق التي تنقل فيها اليوم الأخبار برأيك ألا يمكن أن تكون مضخمة بطريقة أو بأخرى، من هاتف نقال إلى هاتف آخر، من تعليق إلى تعليق آخر عبر وسائل التواصل الاجتماعية؟ يا سيدي هذه الأساليب أساليب قديمة، وهي أساليب ستي كما نقول.
لكن أساليب الشباب الحالية لا تتبع هذه الطرق على الإطلاق، إنها أساليب التكنولوجيا الحديثة التي اتبعها أبناء ثورة تونس وأبناء ثورة مصر، ويتبعها منذ 3 أشهر أبناء الثورة السورية. فإذا هذه الأساليب هي أساليب للشباب مثقف، شباب متعلم، يتبع الأسلوب الكتابي والشهادة الحقيقية. الآن مر أمامك أكثر من شاهد، وأعتقد لم يكن هناك تناقضا بين واحد وآخر، سواء كان الأول في درعا والثاني في حمص أو الثالث في تل كلخ، فكل الشهادات تصب في نقطة واحدة، أن العنف مستمر من قبل طرف واحد وهو النظام. الدبابة هي طريقة الحوار مع الشعب، يقولون أننا نفتح حوارا مع الشعب. من الذي يملك القوة والسلطة ليفتح الحوار؟ السلطة بيد النظام، وهو الذي يجب أن يفتح حوارا، لكن يطلب من المقتول وأهل القتيل أن يبدأوا هم بالصفح ويتوجهوا نحو بشار الأسد ونحو ماهر القاتل، ويقولون له تعالوا لنتصالح ونتحاور بمسألة الوطن. نعم. فكيف يمكن للقاتل أن يدعي أنه يحاور المقتول؟ إنه مقتول وأم ثكلة لا يمكنها أن تسامح قبل، ومن الممكن المسامحة، لكن بشار الأسد ونظامه قد استنفذ كافة الفرص المتاحة. كلنا يعلم كيف تطورت التظاهرات والاحتجاجات، وكيف كانت في الأسابيع الأولى حتى الأسبوع الثالث لم يكن هناك إسقاطا لبشار الأسد ولا لنظامه، كلنا يعلم كيف تمت. لكنه عندما أغرق في دم البشر وبدأ الحوار بالعنف، وقال وادعى أنه هناك مرة مندسين، ومرة أخرى هناك عناصر عصابات، ومرة ثالثة مهربين، كلها مناطق حدودية، هناك التهريب لا يمنع، لكن المهربين لا علاقة لهم بالسياسة ولا علاقة لهم بالحريات ولا علاقة لهم في مطالب الشعب، إنها مطالب حرية وكرامة. هذا الشعب يعاني من إهانة منذ 40 عاما. سيدة غزلان، الشعب ذل، لم يذل الشعب السوري في تاريخه. فقط أريد أن أقول كلمة، الآن ما يجري في درعا، درعا أصبحت عبارة عن معسكرا نازيا، حتى النازية تعجز وتخجل أمام ما يفعله بشار الأسد في درعا، وما فعله في تل كلخ، وما يفعله في حمص. في تل كلخ لقد حرق 12 جثة ليخفي معالمها، لماذا ما زال موجودا وقد أعلن إعلامه أنه انسحب من درعا ودباباته انسحبت من درعا؟ أمام كل مسجد هناك دبابة أو دبابتين، أمام كل شارع رئيسي هناك أكثر من حاجز، تمر في حواجز لا تفعلها إسرائيل داخل الضفة الغربية. هذا عار على بشار الأسد، ويقول يطلب الحوار. كيف يطلب الحوار وهو لم يتنازل حتى الآن أن يخاطب شعبه؟ رئيس مع كل هذه الدماء لم يتوجه ولا مرة واحدة للشعب، ولا مرة واحدة يعتذر ويقول أنا آسف لهذه الدماء. إذن هي مسؤوليته، وهو يملك صلاحيات لا يملكها رئيس جمهورية في العالم، حكم الفرد المطلق. فإذا لو يقول كن فيكون عندما يأمر، فمن يريد أن يصلح فليلغي المادة 8 من الدستور، وليطلق سراح المعتقلين السابقين واللاحقين، وهذا يعني إثبات حسن نية. لكن بشار لا حسن نية لديه ولا يريد الإصلاح، هذه لغة خشبية وفات أوانها. طالما المدفع موجه لصدر المواطن الأعزل، وأنا أتحدى أن يثبت يوما من الأيام أن الشعب حمل السلاح. الشعب السوري شعب سلمي وتظاهر بسلمية ويريد حريته لا أكثر ولا أقل، ليطلق سراح المعتقلين على الأقل لو أن لديه إرادة فعلا للإصلاح. لكنه يرسل برسائله إلى أمريكا وفرنسا بأنه، ويرسل ببرنامج الإصلاح لأمريكا وفرنسا، وبنفس الوقت يخرج أبواق إعلامه فيقولون فليصمت أوباما وليغلق فمه. هذا ما يقوله أستاذ جامعي. نعم. هذه لغة الأساتذة الجامعية، تخريج المدرسة البعثية. سيدة فلورنس، هذا الإعلام يبث أيضا يوميا
جنازات لعشرات القتلى من الجيش السوري العربي وأيضا من رجال الأمن، هل تحريتم كيف يسقط هؤلاء قتلى؟ أعتقد قبل قليل كان شاهد يقول، أنا لا أستطيع أن أقول أن ما قاله يقينا أو لا، أنه كان أحد ضباط الفرقة الرابعة، لكني ما وصلني وما علمته يقينا وما تم في درعا على الأقل لأني لست على تواصل مع بقية المحافظات، أن الفرقة الخامسة عندما دخلت درعا هناك الكثير من أعضائها، ولدينا صور حية موجودة وفيديوهات كيف أن 9 عناصر بينهم ضابط انضموا إلى المتظاهرين وبدأوا بإطلاق الرصاص تجاه قوات الأمن المركزي التي ترتدي أسود، وهؤلاء في قسم كبير منهم أيضا انضم، بعضهم قتل وكلهم قتل بطلقات رصاص من الخلف، من الخلف أي أعدموا، لكن بعضهم استطاعوا تهريبهم، وأنا أقسم بأنهم هربوا إلى بلد آخر، وهرب قسم من الضباط الذين ضربوا ولم يقتلوا، وأكثر من 3 أو 4 ضباط لدي صورهم وهم يعالجون داخل مسجد العمري. وقبل قليل قال الشاهد العيان كيف قتل ابن الشيخ إمام المسجد العمري، وهو شيخ منذ 40 عاما وهو يؤم في هذا المسجد، هذا المسجد أثري وروماني، ومع ذلك ارسل إذا كان إمكانيات هناك لخروج أو بعد خروج قوات الأسد لترى ماذا فعلوا بمساجد الرحمن. ليس هناك محراب لم يكتب عليه الله بشار وبس، هذه المحراب الذي يصلى به للرب يكتب عليه الله بشار وبس داخل المحراب، بعد أن يهدم الشبابيك ويعيث به فسادا، ومع ذلك في الجمعة الفائتة لم يصلي، أجبر أحد المساجد مسجد الشيخ عبد العزيز أن يؤذن فيه الشيخ المتراجع السيد رزق أبازيد وأن يؤم بالمصلين، والمصلين من هم؟ المصلين جيء بهم في الليلة السابقة الخميس بباصات وسيارات، هم رجال الأمن الذين يرتدون ملابس مدنية ودخلوا كمصلين، لكن مصلي أبناء درعا صلوا في الشوارع وتظاهروا بعد الصلاة، ربما في كل شارع 200 أو 300، لكنهم تظاهروا حتى بشكل إفرادي، هذا والجيش موجود، فما بالك لو خرج الجيش وخرجت قوات الأمن من سوريا من درعا عفوا. فإذا ما زال الشعب يرفض هذه الوسائل وهذه الطرق، لن تفلح طرق الإخضاع وطرق الإذلال وطرق القمع، لن تفلح، لم تفلح في التاريخ سابقا، لا مع بينوشي ولا مع فانكو ولم تفلح في أي دولة من دول العالم، فكيف لبشار الأسد أن يتصور أن الحل العسكري والحل الأمني سيأتي بخضوع كل المواطنين إلى حياض نظامه؟ لقد اشترى عداوة هذا الشعب واشترى عار وسواد التاريخ له ولعائلته. نعم، هذا ما بإمكاني أن أقوله. نعود إلى إشراك، ستبقين معنا بطبيعة الحال سيدة فلورنس، سنعود إلى إشراك رولا الأسمر وهي سورية في الإمارات العربية المتحدة. رولا، السلام عليكم. وعليكم السلام. أول شيء بحب أترحم على روح شهدائنا الأبرار، وبدي أقول أنه الحكي مو مثل الشوف، صدقوني والله المجازر اللي عم تصير في سوريا مو طبيعية. ثاني شيء ما بعرف الرئيس، هل شاهدتي أنت يا رولا؟ نعم. هل شاهدتي؟ طبعا. كنت في سوريا؟ الناس عم تحكي لي، أنا بالإمارات بس الناس عم تحكي لي. ثاني شيء يعني ما بعرف، عم يقول الرئيس حوار ورح نتعامل بحوار، وكان في أخطاء مرتكبة من قبل النظام والحل الأمني كان خاطئ. طيب أوكي، نحن معه ورح نصدق الكلام، بس مبارح صار المظاهرات شغالة ولساتهم عم بيقوموا بعمليات الاعتقالات والقتل، وطبعا باستخدام الرصاص الحي ومو المطاطي، وبباله الرئيس انه اسلوب الرئيس الراحل حافظ اسد صح. طبعا الحظ لعب دوره مع الاب، وكانوا اهلنا متسامحين وساكتين. هلا ما رح نسكت ورح نحكي ونعلي صوتنا ونفضحهم.